جمهور الفن السابع بنواكشوط وموعد جديد مع نسخة جديدة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير الذي يطفئ شعلته العاشرة في فضاء التنوع الثقافي والبيئي بالعاصمة. فالمهرجان أضحى موعدا لا يخلفه البعض، ربما بفعل غياب بدائل أو فضاءات أخرى في العاصمة ذات الخمسة عقود ونيف. هو ضوء مستقيل يتحرك ثابتا قبالتكم ويدعوكم لركوب الصورة سعيا إلى التغيير الإيجابي المنشود. دعوني الآن أتقمص ذوب المتحدث باسم دار السينمائيين باسم المهرجان لأشكر كل الممولين، كل الشركاء، كل المساهمين معنا في صناعة هذا الحدث. وزيرة الثقافة الموريتانية قالت إن السينما تحتل مكانة كبيرة في خطتها المصادق عليها من قبل الحكومة والسعية إلى النهوض بالثقافة وتطويرها. فقد صادقت الحكومة مؤخرا على خطة الخمس تقدمت بها وزارة المال لتطوير وتنمية الثقافة لتكون رافدا حقيقيا من روافد التنمية ومجالا لخلق فرص الإبداع والتعبير والعمل. وعيدكم يا جمهور الفن السابع أن حضور السينما سيكون قويا في هذه الخطة إلى جانب كل المكونات الثقافية والفنية الأخرى. أمسية المهرجان الأولى عرفت عرض عدد من الأفلام الوطنية والدولية من بينها فيلم تيتا بائعة النعناع كأول فيلم موريتاني من إنتاج محلي. ظاهر لأنه كشي الجمهور بعد ما كاملوا شاهدوا بنهم، معناها حسيت بأن أن أن الكم اللي انتقص به الجمهور من بداية العرض إلى نهايته ما هو ياسر، حتى الناس تمتلا مشدودة تخلصوا، وهذا دليل أنه إما فراغ عند الناس ما عندها شيء تشاهده والله فم تشويق في الفيلم. وعلى هامش حفل افتتاح المهرجان نظم معرض لرسوم كاريكاتيرية تعالج مواضيع ثقافية وسياسية واجتماعية مختلفة.